آخر الاستعدادات قبل الالتحاق بالتظاهرة. يحتاج الأمر إلى مساعدة من هن أكبر سنا، فالصغيرات لم يتعلمن فن ارتداء السفساري. في هذه المسيرة الرمزية تعيد فتيات تونسيات الاعتبار لهذا الزي التقليدي الأصيل. الهدف من هذه التظاهرة هو تذكير الناس باللباس التقليدي متاعنا وبالأصالة متاعنا اللي بدأت تتلاشى وتندثر، وشعب ما عندوش أصالة وما عندوش تقاليد عمره ما بش يكون عنده مستقبل وعمره ما بش يكون عنده حضارة. اختلفت مشارب المشاركات وتباينت أعمارهن. هذه الحاجة زهرة جاوزت 80 بقليل، جاءت دفاعا عن اللباس الذي لم ترتدي في حياتها غيره. سمعت الأخبار في الراديو قالوا راه ثم حملة متاع السفاسر، قلت أنا والله لما نمشي. علاش؟ يعني لي سترة تخلقت فيه ملي أنا 11 سنة نتلحت بالسفساري، اليوم نجي نحيه ما نجمش. تحولت الوقفة إلى احتفالية بجمال الزي ورمزيته، لكن ذلك لم يحل دون رسائل بعثت بها المشاركات. حبينا نقولوا اللي راهو احنا معناها هذوما هما عاداتنا وتقاليدنا، تربينا على الستر وتربينا على الحشمه وتربينا هذيك هي الدار التونسيه وهذيك هي معناها العادات التونسيه. ليس مجرد لباس للجدات والامهات، فالسفساري يمثل رمزا طالما عكس شخصيه المراه التونسيه طيله قرون، وعبره تبعث المتظاهرات اليوم باكثر من رساله. بعدما دخل اللباس حلبه الصراع الفكري والثقافي وحتى الديني، بلغ هذا الصراع أشده مع انخراط تونسيات في حملة الاحتجاج بالتعري التي قادتها جمعية فيمن الفرنسية. وصلت الأمور أوجها أمام مسجد باريس، حينما تعرت ناشطات في الجمعية يعتقد أن بينهن تونسية وأحرقن راية التوحيد. فكانت فكرة الزي التقليدي في تونس ردا هادئا كما تقول المشاركات. محمد البقالي، الجزيرة، تونس.